رسول الله زكريا اللي سمى الخليج جبل عبد الناصر. يعني ما كانش حاسمها الخليج اساسا، كان بيحاسمها الكويت على ايام رسول الله. لا لا لا، كان بيحاسمها الامارات. ايوه بس مصر، بس مصر كان بيحاسمها السعوديه اساسا. انتوا صنعتوا البترول، والبترول خلاص من اربع سنين في خليجنا واحد. ام الدنيا يا جماعه، خليجكم واحد ازاي؟ هو اساس انتوا عندكم مجلس تعاون خليج انتهى. انتهى خلاص، ما عادش فيك ولا ما عادش ما عادش ما عادش خلاص. وانسوا الطفره، وانسوا ليه العبط بتاع زمان. اللي يا جدعان تعرفوا ايه المشكله؟ البترول جننكم والله، جننكم. انا عمري ما شفت سعودي ولا اماراتي.